فكر أيه قرأ إنه قاضه أنا وحبا إسكوسي بضيني سبع شوكت أنا إنه يش والله أعلم. ولي سؤاله دلني يرضى إنه كده حجرنا سائل كان وحوليه هاي وحنا هاي ويل دلني يراه وأن حاصل هين جورنا أن ولي أودين همد يدين أي بضت هاي وحنا كبقى يعنى نزينا كده عه مركب محان أمور تاسي وهرتجي كره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحاها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. النبي عليه الصلاة والسلام مرضى ليروي نكي قرسن كرو قرسو قورا وودا قورا وود كنا دي سيدان ضد بدلو فكريان ماها يعني دا يرد لك راعي دون لسقو مش حردية يو سنة كقدم بيان الله سفره كاسي قورنا كونو غن مايا قور كاسل كي واد إنن يا إنن أقول إن إلهي شرعي سخور نقمان إن هو يوذا فيدان وحانا قور كاتكيني أرنتي وحبضان وكالجر كمدا أن دين تكمل حين أصلي أن تتك والدك أو حرر لها رقي يدمر كادون طبر دالله إن قورك الله فضي ديو الله سهلو أي الروح المعنى هنا الجامعات كبحسو هنا الدنبقة كيلا لساكر روح على غيب والدك إنو كد دالي يلمي سادل إلا جامعات دافر كونو دولار بو باهن يعني إنو سنة دختر رما برطينو أفرت كونو دولار بحيو لكن أدل إلا ورين أنك مال خطر وكتراي لما كنا دولار بو بهين وقرص ده ينو سيران الله على الله قرقوا نصف الدين إن لا فضي ديو تذكر دالن يرضى رجع يدوم أربعين لا فضي ديو والد كنا يسكت ديان إن كالميا مجتمع دحدي سو يسكت ديان إن كالميا إن وحلا ليه وحي مسوغات يفضي دين كره قر ودان إلا سمعية إن قضية ده عكس جانا إلا إسكيل عليه وضدك وحنا على الله أولي بدالن يرضى كورس إن لصيّة إنت أنا نقول سنين إنسان هو واحد استوى قبنا إياه قديم كشقيه الرقود روح القرن يا كوش بيت جلسة طبعا عشاء ما أفرق طبعا عشاء ما وحون ويا ما شفت الشقاء قف كبن آدم قال إذا أدوس كت تجربة هنا وحي كذا صاب حقوة جرجو ومسؤوليات كوجو وين سد رد رد أن يرضى أنا وحن قتلين لها دتك وين أما مجتمع مسلم كأما مساجد دام عين ككن wax laga xishoodo ma aha in koors la siiyo reer sida loo sameeyo ay inta badan dadka waxaan arkay waliba gaar ahaan Soomaalida meelaha guurku iyo Carabtaba meelaha guurka la adkeeyay in dadka guursada yar laakiin marku mar guursado wax laga yabo inuu iska hayo marka waa dib jirto in la fudaydiyo meelaha guurka la fudaydiyana waxaan arkay dadko dhalinyarada laga yabo dumarka inay sa shaadhadka u kala bedelaan كون ما أنت نقول سو صادم برا فور دور هاد نقول سو ما الكلام متكلم نقول سو لا بد من دم قرحة بدنا علا ده هو إنه حنوم علينا يومنا تاي ملا دت كان جور كربا إيويل يك جبرنا ما وآن لسينين أقانت كف الليل ده جوري لغو معمول لها أي جوري لنا معمول هو وحوين ومسؤولية ده أدوين وأنا ماشي مسؤولية دو بقبل عبنت عند جوري كات كاتي ما ملك ده برشاد أنا وحبو قبان كره waayo guri haas joogo caruur joogto kan joogto qofka maamuli kara waa qof mas'uuliyad qaadi kara intaas oo qofka guriga uu ku hayo qofka uu cadaalad sameyn kara ilaalin kara dhaqi kara waa qof nooc min mas'uuliyad qaadi kara idan waxay ahayd in loo dareemo in qofka yarna la siiyo qaab uu guurka kanu sameyn laha dhalinyarada wixii inta dabadeed awoodi kari waayaan dee taladan siin laha waxa weeyaan taladii nabigu bixiyey salawaatullaahi wasalaamu calayhi kow wuxuu nabigu yidhi فعليكم بالصوم فإن له وجاء صوم صوم وحو أبو رابو نبو عليه الصلاة والسلام قفكو إنو باهدي سيكو قد يعني قفكو ديرك دبضان يفكر دبضان أيا كان باهدا بضان قفكو هدي وهلو إن رجيق ميلو كبحيو أما مركو هربا ويريو وحي يراد دونست واحد دمر كاي يرا ترى كي دمر بامد دونه النقطة إذا لا بس شيء هو مهم قفكو إنه هلا مركوري نرتجم بدن إنه سكير يو حكينا يو الصامة صانتو وحكينا وحكى الله ينا الله مدا ما لين تفريغه إن نرتجم سوء فاروقي إنه سمعي مثلا قفكو هذا عيار سمشت جيمنستيس عادي أما هو عادي هذا عيار عيارته كبد عادي هذا عيارته
نك مالتي كبت صعية حتى حدوه حاس ليها بينك وصدو ضوباهم طيب وسهد عليه والمص يعني ما كان قفقه هدو سمايو استفراغ الطاقة طاقة قابو سقف على هدو سمايو ونوع ما وقابو النور كريم ما كان وحنا كلتها لله نك اللي يرضى عن أول كرين الجرسدو إنه سمايو كو صون كيسة إنه بديه استفراغ الطاقة وحيو كلاو قصة من كريان وقصة مايو ما لها خير في عبادة الله ينا ينوبط يعني وحبات شراء إثارة قفك بن آدم كان قصة مايو هداد ما لها فتن كتشوغان إيا نقاطة قاون إيا أفلام إيا وحن هداد دي قبضته حسوسته دي قبضي نيسا لكن هداد مساجي دي ما لها لقو عبادة إستي إيا ما لها قبضة قصة عيار ما لها هداد شوك شوكته وحا كايران يبا حسوستي سيبا شيء كم كايران يبا مكان نوع قف قور دور سنة كرأي نقا كرتا والله أعلم سائل كان وحاولي هاي أوهنتو مأرين لإسكدون دونا مسوى أرين لكسبدو أو أب عدو دونا أسيو سيدابو سقفكو كو كسبان كرا إن إندهيسو ألا درتي أو إلميان ألا سرقفكي ميشن ويستاغ يفهمه يعدن الله ضليا رغم كو ادق هدو يهي ويلمينيا وفسفي عنو قرتا عد الله ضليا رب العرش ان الله ضليا وهرتاغي اما بر يا ما وحويجسنيو ان وحيابها كان قسوه القلب انا قفكو دينو اسكيل عليه فقصت قلوبهم كو الى كنت المامين اتكم من نقن فهي كالحجاره واشد قسوه قلبين جيجا وح بدن بقى كيانو مع هالصدا كم دو يعني طاع يردا كم دو وحياة بدن قلبين جيجا كيانا شرا قفك مسلم كي هدو حن قلب جيجا كيانا سكير أيه إلهي عبادة دي سنة قب بضطة إن شاء الله تعالى وكيما دونتا دي حديث بنا في الأيام وها فإن لم تبكوا فتباكوا ده أدوي كروي ده حتى قفك دو سكوه هي أنا مشكلة بدن ما لكن سبع الرياء سكوه هي من ما لها تبكي أنتو يوم دون ده صورنا الله يدعو والله وذا ذي بالواخ الشعسية ما علم كدر إيرسا أنا حين إدى إله إدرتي وطباقي كيلي جس كسام السنية لا بأس والله أعلم سائل كانوا حولي هاي وحان جوغا مقالا آد صومالي خربان وفربضان يدقيهين وحانا كو طرق أسارنا هاي إن أي جيتان مركب محادي قولتها لنسا أما إصلاحي أما إسكي قتل walaba damido dad qof wax dheer tahay oo walaalada iyo cadaab ku sii ordaya aad aragtay inaad ka naxdaaba haboon waa dadkan had yeeli leh dad arkay si qof gubanaya yani gaadi walga iska taagan dad arkay leh qof gubanaya oo dabku hul cayam xataa ma ilaah yani qof walaa yiraahdo ma diba involuntarily sugaan sugaan uu ku xarare lahawna ma busto ku dadiyay saad u baxteen lahayd uma baad ka fikir lahayd ahli almaasi wa dad ololaya oo waliba ololaya oo khatar ololaya oo fi ilahi cadaabkiisa ku ordaya iyo naar alla shiday balaw hadhay ma jirto idan hadaad baxteen karayso baxtee oo dadan dad si uu raadin karayso adigu la hadashayaa عدك لو وناقو شكته وكانت يا عشلته وكانت يا وحقف قان قلب ليس الشلعية وكانت يا هداد وحكا بدا لك رسكا بدا هدا تا اوذي كاري ويدو يكو في اثنين اسكي قبور ومال داد وناكسني تشوغان نبيه عليه الصلاة والسلام نكي بقول كدلاء طوبات كاني وحاو تلمامي اسكاكتك بوكو يولي حديثك تولادا اسكاكتك ضد حمبا تشوغا وحد غبطا محي مقالك لو تلمامي قوم صالحين تشوغي إذن environment كقف كاموا كالمة يا ما مال درام بكتورة هذه environment كاسو كوكو حما ده وحنا أتكبر ده الكروي دي تيك الجور والله على جايبا هينا أورا نديك جورست واي قلت وايو سومالي إنه خصو يعني إلا هلك بريس جورست ما كاتري مركا هينا الدين وجورتو تولا ده أول بام مال فوق قبل ما يصير شو ده دعالة ده هينا دو خلا جورتا واردبات يجيك جوران اللي هلا نمر كأنا أي شيء والله أعلم سائل كن وحولي هاي آيات إله سبحانه وتعالى ويري وقل ربي زدني علما علمي قاس الشيخ وكين لو لجي ذا ربي لو يدي سنة يوم مد الدنيا مسوى مد آخرة ارتى
sideedaba marka hore cilmi waxbu wada tara intiisa ugu badan xataa saxaradii fircoon sixirkii ay garanayeen wuxuu keenay maxay inay dad ka hor islahamaan waa ay gartaa nebi muuse waxaanu wadaa inaanu ahayn maxay sixir inaanu ahayn laakiin dee cilmigu ma sinna waanu kala anfac badayn idinku markaa cilmiga qiimeynaysaan maxaa ku qiimeysaa gaar ahaan ardada jaamacadda dhigata cilmiga maxaa lagu qiimeeya marketka meenu cayn ka ahayn cilmigu marketku ku qiimeysan yahay matalan haddii jaamacadda markaa tagto lagu yidhaahdo accountingka suuq badan maanta leh oo ninka account ka soo baxa accounting soo qaataa $4,000 buu bishii qaadanaya dadku wada accounting may geli lahayen socaga maaha haddii la yidhaahdo maanta waxaa computer scienceka aada u qaaliyo marka uu dhammaado judhiiba shirkaadka waaweyn oo dhan baa kuu baahan oo way ku qaadanayaan computer science buu gelaya idan cilmigu cilminimo dadku uma bartaan waxay ku valuegiisa waxay ku qiimeeyaan maxay marketka wuxuu ka leeyahay iyo siduu ka yahay bay ku qiimeeyaan aqoon waxaa u qaalisan tawxiidka waayo valuegay leedahan wax la hijirin inaad naar kaga badbaado oo janno ku hesho oo adduunkana noloshaadu ay straight noqoto oo toosto aqoon ka ballaadhani ma jirto yani adduunka waxa yaaloo dhan aqoona haddaad barato dunidan ma wada yeelanaysaa aad umalaynaysa qof dunidan keligii lihi miyuu jiraa waa maya laakiin tawxiidka haddaad si rasmiya ula timaado ka ugu boos yar jannada oo ah qofka ugu dambeeya ee naarta ka soo baxa xadiidu aljahannamiyiin muxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa isagoo dhuxul yaroo dhuxuloobay baa lasoo qaadaa maalil xayaa baa la geliya waa la nooleeya dabeetana waxaa la yidhaahdaa tamani wax qabso jannada gal baa la yidhaahdaa wuxuu moodaa markaa inay mal ah tahay inay buuxdo ilaahay waa buuxdaa awa tadxaku bi ya rabbi ayuu xadiidku tilmaamay ilaahu miyaad igu cayaa miyaad igu qosolaysaa yani jannadiiba wuxuu jiray dadadkii kaa horreeyo dhan baa galay oo markaa boos kama banaana waxaa lagu yidhaahdaa tamani wax qabso akhiiran waxaa lagu yidhaahaa waxaad leedahay adduunkii aad ka timi iyo toban laabkii buu alla ku yidhaahaa subxaana wa tacaala ninka janno ugu boos yari muxuu leeyahay markaa adduunka dhammaantii kan 6 billion ee bashar ee isku haystaan maanta isagoo iska dhan oo haddana la tobanlaabay waa ka ugu booska yar leh idan cilmiga intaa lagu helo iyo cilmiga stockholm oo qura aad ku heshay iyo ma qaalisan haddaad cilmi firfircoonoo tiro badana barato lagu yidhaha stockholm ba oo sideedaa baad iska leedahay iyo marka lagu yidhaha dunida tan toban laabkeed baad leedahay labadan cilmiya ma badan marka waxaan umalaynayaa su-aasha tan inaad weydiinaynin maanta kadib cilmiga lalahaa barakee wey aqooni saas unbay ku qiimaysan tahay waxay tarto ayay ku qiimaysan tahay aqoonna waxaa ugu fiican aqoonta ilaahay la barto subxaana wa tacaala wallahu aclam saa'ilkani waxa uu leeyahay xilliyada qaarkood waxaa dhacda inaan laga gaarin salaadaha sunnaha in la tukado waa kuwa raatibka ah marka ma tukan karaa markii kale aan doonayn waqti u helo ani waxaan ku odhan lahaa waqtigii nebigu yidhi tuko tuko wallahu aclam waxaan kusoo gabagabayn doonaa hadduu abeedmo codsiyo fara badan oo naga soo gaaray dadka halkan jooga iyo dadweyne fara badan oo iyaguna ka dhagaysanaya ibraahim oo si gaara usoo codsatay in ay dan gaara leedahay loona soo duceeyo iyo dhammaan waraaqahan faraha badan oo iyaguna sheegaya in dadka soo qora ay leeyihiin adduunye jacayl baa ilaahay nagu imtixaamay marka waxaan rabnaa in naloo soo duceeyo intaasaan kusoo gabagabeynaynaa sheekhana aan insha allah siin doonaa